بشنا رئيس جامعة المهرة معالي الدكتور أنور محمد كلشات والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمرة إجراءات التنسيق والقبول بجامعة المهرة للعام الجامعي 2023-2024 وتعرف كلشات ونيمر من نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور عادل كرام على إجراءات التنسيق والقبول ونظام التسجيل الإلكتروني من خلال بوابة التنسيق الموحد للجامعات اليمنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الشبكة العنكبوتية وخلال فعالية تدشين أشار رئيس الجامعة الى ان افتتاح جامعة المهرة مثل لحظة تاريخية فارقة في قطاع التعليم بالمحافظة داعيا كافة الطلاب بالالتحاق بالجامعة